اليوم نحتفل جميعا كمغاربة بذكرى عيد العرش المجيد، يعني 25 سنة من تربع جلالة الملك على عرش المجيد. هذه المناسبة غالية على القلوب ديالنا، يعني 25 سنة من العطاء، من البناء، من الإصلاح، من التنمية. اليوم كما جاء في خطاب جلالته، يعني كان التأكيد كان على إشكالية الماء، يعني المشكلة الماء اللي سنعاني منها بخصوص يعني الندرة والجفاف اللي عانى منه البلد ديالنا. هذه الإشكالية هذه أكد عليها جلالة الملك، وعلى الضرورة ديال العمل ومتابعة العمل يعني في الأوراق الكبرى المتعلقة بالسياسة المائية، كتزود برنامج التزود الوطني بالماء صالح للشرب يعني في المجال القروي والمجال الحضري، وكذلك متابعة يعني بناء سدود كبرى في المناطق التي يعني تعرف هطول أمطار غزيرة، وكذلك العمل على يعني العمل أو الشروع بالعمل في بحلول يعني بديلة كتحلية مياه البحر، مع التأكيد على استعمال الطاقة المتجددة في هذا الورش، ويعني استعمال المياه العادمة في السقي وما إلى غير ذلك، ومع ضرورة يعني كما أكد جلالته كذلك يعني على المواطنين يعني حسن ترشيد وحسن استعمال هذه المادة الحيوية اللي هي حق دستوري لجميع المواطنين، وبلا بها ما يمكن حتى حاجة تكون. اليوم كان الخطاب الملكي كان خطاب جد مرتز، تطرق لثلاث المحاور الأساسية. المحور الأول والمحور المتعلق بالماء، فالماء سيدنا كان عنده حدس بأن هناك إشكالية في الماء، وبالتالي كان لابد من أنه توجيه تعليماته السامية لفائدة الشعب المغربي باش يحافظوا على الماء، وكذلك الإبداع في كيفية خلق طرق جديدة من أجل تحلية المياه واستغلال المياه العادمة، نظرا لأن الأزمة المقبلة هي أزمة الماء. النقطة الثانية التي تطرق لها هي النقطة المتعلقة بدعم المغرب للقضية الفلسطينية، ولا ننسى كذلك أن المغرب كان حاضرا إلى جانب الشعب الفلسطيني في أزماته، وخصوصا في الأزمة الأخيرة. النقطة الثالثة التي تطرق لها الخطاب الملكي هي النقطة المتعلقة بالشوتر الذي وجهه للقوات المسلحة الملكية الصاهرة على أمن البلاد. فهذه المحاور هي أساسية، وأكيد على الشعب المغربي غادي يلتقط الإشارات وتدا مؤسسات الدولة من أجل اعتبارها خريطة طريق من أجل الذهاب بعيدا في مسلسل تنمية المغرب. وشكرا. بالفعل اليوم كان النداء ديالنا باش نجيو نحضروا ونمثلوا المجتمع المدني بالهرورة. حضرنا الخطاب ديال صاحب الجلالة نصره الله، اللي من خلاله تكلم على عدد ديال النقاط المهمة والبرامج والأوراش اللي تكلم عليهم، اللي إن شاء الله ما نخافوش على البلاد ديالنا، بالأخص قضية الماء اللي هي قضية عالمية، والأغلب ديال الدول اللي طاحوا في هذه المشاكل هذه. الحمد لله سيدنا تكلم على بزاف ديال البرامج والمنجزة واللي في طور الإنجاز إن شاء الله. كذلك تكلم على واحد القضية اللي هي مهمة، اللي هي القضية الفلسطينية والدعم ديال سيدنا لهذه القضية هذه. احنا كنتمنوا إن شاء الله فكر ربي الكرب ديالهم ويسهل عليهم إن شاء الله حتى هم باش يخرجوا من هذه الأزمة هذه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.